السلام عليكم المتتبعين قناة أم أيوب الكروشي. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وفي أفضل الأحوال إن شاء الله. كنشكركم على زيارة القناة وعلى اللايكات وعلى دعمكم. كما تبعتوا معايا خدمت معاكم هذا الموديل السبينية ديال البراد، ونشارك معاكم هاد سميتها ليد ديال البراد باش كنهزو البراد نخدمها في شكل واحد آخر. بقاو معايا كما كتشوفوا معايا، درت هاد العقده في الكروشي، وكنحتاجو السلاسل. بسم الله على بركه الله، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سته سبعه، ديرو ثمانيه ديال الاعمده، عفوا ديال السلاسل، ونلول خيط على الكروشي ونرجع نفوت السلسله الاولى ونخدم في الثانيه بحال هكا. كنخدم عمود أو دوك السلسلة اللي طلعت بيهم كنعتبرهم عمود، هي جوج ديال الأعمدة على اليمين، وندير عاود تاني بلي نخدم هاد السلاسل، هاد السلاسل ندير فيهم الأعمدة، نخدم جوج الأعمدة في الأخر هنايا. لا عندي التزايد غير واحد جهة، عفوا هنا ما عنديش جوج ديال الأعمدة، كطلع الخدمة عادي من هنايا مفيهاش التزايد، سمحوا لي. على هكا ندير واحد جوج ديال السلاسل كنطلع بيهم، ونرجع كندير عمود فوق عمود هكا. كيطلعوا هادو اعمده هكا، صافي. وكنجي لهذوك السلاسل اللي خدمت اللي طلعت بهم كندير فيهم جوج ديال الاعمده بحال هكا، وندير جوج ديال السلاسل وكندور الخدمه، وكنجي هنايا في الوسط ديال دوك جوج ديال الاعمده اللي خدمت في الوسط ديالهم كندير جوج ديال الاعمده هكا. صافي هنايا كيمشي في كل عمود عمود، بحال هكا كندور الخدمه، ندير جوج ديال السلاسل وندور الخدمه، وندير هنايا فوق كل عمود عمود هكا، ندير اعمده. هاد الوجه هذا هنايا ما كان عنديش فيه التزايد، عندي هنا هكا كنتم غادي اعمده دوك جوج ديال السلاسل اللي طلعت بهم هنايا كندير فيهم جوج ديال الاعمده هكا، هاد جوج ديال الاعمده هما اللي كيعطيوني التزايد هكا،
جوج ديال السلاسل، وكنجي هنايا كندير جوج ديال الأعمدة، صافي. كندور الخدمه هكا، كندير جوج ديال السلاسل وكنقلب الخدمه، كنجي هنايا ندير عمود، هادوك الجوج ديال الأعمدة اللي كندير هنايا هما اللي كيعطيوني العرض تزايد، هادوك الجوج ديال السلاسل اللي كنطلع بهم هنايا كندير فيهم جوج ديال الأعمدة بحال هكا، هكا كتبقى غادي عندي الخدمة حتى كنكملو القياس اللي بغينا على حساب داك اليد ديال البراد اللي بغينا. صافي الخدمه دابا والشرح راه مفهوم، هكا كتمشي عندنا الخدمه بحال هكا، كناخذوا القياس اللي بغينا. انا خدمت القياس اللي بغيت ديال الشده ديال اليد، القبطه هكا ديال اليد كتشوفوا معايا هنايا ما كانش عندي التزايد كما تبعتوا معايا من الاول، وهنايا عندي التزايد. دابا غنبدا نقص من هنا اللي عندي فيه تزايد، نبدا نقص هكا. كنلوي الخيط على الكروشي وكنفوت هذا العمود اللي هي فيه ديك السلسله، ونخدم في العمود اللي حداه هكا اعمده. صافي كيمشيو عندي تاني اعمده، هادو كلهم اعمده. صافي هذا هو الفرق. مازال غادي نخدم الطرف الاخر، هذا الطرف الاول، ونخدم الطرف الثاني عاد كنجمعهم. انا نقصت واحد فاش كنت في هذا السطر هذا، ودابا انا رجعت نقصت ثاني واحد اخر، واحد العمود واحد اخر. كندير هكا السلاسل، ندير واحد ثلاثة ديال السلاسل هكا، واحد جوج ثلاثة، وكنقلب الخدمة وكنقص تاني واحد العمود هكا. صافي هكا كنبقى غادي كنقص فهاد من هاد الجهة هادي حتى كيبقى عندي بحال هاد الشكل هذا، القياس اللي كنديرو فيه هاد الرويس اللي كنحتاجو نديرو بيه هاد الرويس. كما كتشوفو معايا انا حبست التزايد التناقص عفوا، كتشوفو معايا بقى عندي هنا القياس فين غندير بحال هذا الرويس ديال هاد الحميمة.
تشوفوا معايا هنايا صافي حبست التناقص. هاد نخدم الخدمة عادي، كل عمود ندير فوق منه عمود على هكا، حتى كناخد القياس ديال هاد الرويس ديال هاد الحميمة. هكا كنمشي عمود فوق عمود، صافي نكمل هاد القياس اللي بغيت فهاد نزيد شي سطوره ورجع معاكم. انتما كما تبعتوا معايا هنايا عندي تزايد هنا على اليمين، كان عندي التزايد، وهنايا طلعت الخدمة عادي عمود فوق عمود كي بحال الأعمدة. وكنجي هنا اللي كنلحقت هنايا هاد الوسط، وخديت القياس اللي بغيت في هاد الديكور هذا. صافي بديت كنقص هنايا، كنقص عمود 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 باللي كنكون غادية، وعمود باللي كنرجع. وهنايا مشات الخدمة سامبل عادي ما فيهاش تناقص. جيت هنايا حبست التناقص كما كتشوفوا معايا، ودرت هاد الرويس هذا، وان شاء الله تبقاو معايا حتى تشوفوا نخدم الطرف الاخر ونرجع معكم تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الديكور ديال يد البراد. بقاو معايا.